معايا اتصال تليفوني من الأستاذة مي، مقدمة برنامج صناع السعادة. برحب بيكي أستاذة اهلا مي استاذة الرفاعي. نسيم، اهلا استاذة هدير، ازيك حبيبة قلبي؟ كل سنة وانتي طيبة وكل لحظة وانت وانتي عمر بخير. عامله ايه؟ الحمد لله رب العالمين. حبيبتي احب ان انت برنامجك المقدس دايما اللي بيقدم كل مفيد للمشاهد. حبيبة قلبي ميرسي ليكي. مش اجمل منك على فكرة. تسلميلي تسلميلي، كل سنة واحب وانتي بخير وكل لحظة وانتي بخير. وعايزة اقول لك بس سؤال مهم جدا، يعني عشان انا دايما اتفضلي بحب اسأله في اي حد بقابله في العيد. العيد اتفضلي. معاكي شكله ايه؟ العيد فرحة وأمرنا الله عز وجل من السماء بشريعتنا الدين الإسلامي والفرحة، ربنا فلازم يفرح الفرحة قلبك. دي تبقى في القلوب وتبقى حق في القلوب، تبقى في تصرفاتنا وفي أفعالنا ومظاهر البهجة ومظاهر الاحتفال بالعيد اللي هي بقى الكحك اللي بنحضره في رمضان، سرعة الصيام، شكلة العيد، خروجات العيد، المعايد على الأهل والأقارب. أحب من خلال برنامجك أهني والأمة الإسلامية جميعا بعيد الفطر المبارك، أعاد الله علينا جميعا بالخير واليمن والصحة. كل سنة وكل الأمة الإسلامية وكل إخواننا العرب بألف خير، وطبعا كل سنة وكل المصريين بخير. خليني حبيبتي أسألك، طبعا برنامجك أكيد غاية في الجمال والحقيقة أنا بستمتع بيه دايما، لكن إن شاء الله أنا عارفة إن في خطة كده موضوعة بعد العيد للبرنامج بتاعك، أكيد بأمر وأكيد الله طبعا هتجيب لنا كحك وبسكويت من اللي أنت عملتيه في آخر 10 أيام في رمضان. أكيد، كل وأنا الناس في هحاول الكنترول أعوض متأكدة إن هي مستنياه. بإذن الله مش بإذن هنمشي الله إن شاء بمقولة بقى الله. بعد العيد بيتبقى كحك، على فكرة يا جماعة في عيد ومتبقي مع موجود معانا دلوقتي. أكيد أكيد، أحب أعرف المشاهدين بطبيعة برنامجي، أنا بقدم مستوى هادف بيهمنا كل طوال. بنخاطب الأسرة المصرية كل أفرادها وبقدم تطبيق ديني اجتماعي ويضمن النجاح للجميع. أمر الله إن شاء ربنا من صناع السعادة يبقى بعد العيد، والبرنامج حقق نجاح كويس قوي بفضل كل العاملين في قناة الصحة والجمال فريق واحد، وفعلا قناة كل بيت مصري. قناة الصحة والجمال أكيد يعني برامجها كلها فيها خير وبركة، سواء صحة سواء جمال سواء صناع سعادة سواء نحب أيامنا في. أشكرك جدا أشكرك جدا، وكل سنة وحضرتك بخير، وإن شاء الله تشرفينا بعد رمضان بعد العيد عفوا، ونشوفك على خير إن شاء الله في كل ما هو جديد وجديد في برنامجك.